الله وبركاته. اليوم يا الصف التاسع رح نكمل معاكم لدرس الجهازات دعم الحركة. بداية الأمر رح نحكي عن التركيب التشريحي للعظم الطويل زي ما هو عندكم موضح بالرسمة. أول جزء مهم بيتكون لأي عظم بالجسم عندي هو بيحيطها من الخارج نسيج لمفي يسمى استنحاق. هلأ استنحاق دور مهم جدا بيحمي بشكل كامل العظم، واهمه انه الاستنحاق عندي بتخلله مجموعه من الاوعيه الدمويه بتساعد على توفير الغذاء والاكسجين للعظم. مباشره تليها عندي جزء يسمى العظم الكثيف اللي بتميز انه بيحتوي على نسبه عاليه من املاح الكالسيوم والفسفور، وبتميز العظم الكثيف بصلابته العاليه. عندي باطراف العظم زي عندي موضح بالرسمة بيحتوي على ما يسمى بالعظم الإسفنجي، يعد هو أقل صلابة من العظم الكثيف لكنه بيحتوي عندي على ما النخاع العظم الأحمر. مباشرة عندي كمان لو لاحظنا عندي في نهايات العظام تحيطها صفيحة غضروفية راح نحكي عنها إن شاء الله الحصة القادمة، هاي راح تساعد العظام على الحركة بمرونة وليونة. بعدها مباشرة راح نكمل إنه عندي قناة نخاعية، هاي القناة النخاعية بتخللها أو بتحتوي على نخاع العظم. زي ما متذكرين لما حكينا عن أهمية جهاز الدعم والحركة هو مسؤول عن تكوين خلايا الدم بأجزائه المختلفة، وأهم إشي راح نلاحظ معنا إنه العظام بشكل عام بيحتوي على مجموعة من الأوعية الدموية بتزود الجسم زي ما حكينا قبل شوي بالأكسجين وعندي الغذاء. السلام عليكم.